سيداتي وسادتي، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم بأزكى تحية وأطيب سلام مباشرة من مدينة الرباط، وتحديدا من ضريح محمد الخامس، حيث يترأس أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله حفلا دينيا إحياء للذكرى 26 لوفاة جلالة المغفور لها الحسن الثاني، تغمده الله بواسع الرحمات وأسكنه فسيح الجنات. وجلالة الملك محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. تشكل تخليد هذه الذكرى عربون امتنان وعرفان على جهود الملك الراحل في بناء دولة تحترم فيها حقوق الإنسان وتصان فيها كرامة المواطن. يخلد المغاربة ذكرى رحيل ملك الناضلة من أجل بناء مغرب يعيش أبناؤه في أمن واستقرار وطمأنينة وازدهار. مغرب متضامن متجانس موحد، يعطي للعالم أجمع صورة مشرقة عن بلد متراص الصفوف قوي البنيان، تتحرك مختلف أركانه بخطى ثابتة رصينة باتجاه ما هو مرسوم من أهداف وما هو مسطر من غايات. كان لجلالة المغفور لها الحسن الثاني حضور قوي ومتميز، طبعته الحكمة والشجاعة في الحفاظ على المصالح الوطنية وفي الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، برهن على الدوام أنه رجل دولة يؤمن بالحوار، فجعل من المملكة المغربية أرضا للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات والتيارات الفكرية والسياسية.
I'm not afraid.
يملك الفيداء وحصين المبين وردنا نزل ونسي خلقه ولم يكرمها مغيرني قل لي الذي أنشأها ونظرت فضلا من الأرض العليم الذي جعل لكم من الشجر الخير فإذا أنتم يوقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر سالم دائما ابدا على حبيبك خالق في كلهم يا رب صل على محمد وعلى سادتنا ال وصحبه ذوي الكرم طيب السلام على قبر يفوح شتى رد المنزل الى الامجاد وقيام بالروح لو يسدى والمال ساكنه عليه مسك سلام الله قول مدى وقيت رحمته تنهال كالديم حقا مهيمن بالرايحان روضة كنت خفيفا عن فؤاد الجد مضطرب والله يسكنكم أهل فرادسه باب الخوالد في ظل بلا النعم وأسأل الله فوزا بنعيم غدا يا رسول الله بالحق.
خاصك من الورى لأمتي هذا لا ينزل هاشم إلا بالذي أشكي وإن توقفت فمن أسأل ولك من حاجتي لطلبي أنت تدريها وما أنكسيت أنا في الدارين أخي رشدي لك في الدنيا وفي لأكون غدا في الحاشية
نجيها إني بجودك معترف أخبر بمعادير حججي ولدابك ضاق الأمر فقل اشتهدي أزمتك فليجي إلى هواها سحبي الأزمة تهما وظل من أجلها بالحلم ما نحمدك اللهم أقصى مدى الحامدين ونعترف بآلائك كما أوجبت على المطيعين من عبادك المعترفين وشرائف صلواتك على ذي الخلق العظيم والمجد المؤثل القديم نخبة العالم والبيت المنيف والحسب الصميم وعلى آله وصحبه وتبعهم إلى يوم الدين. إلى الله تعالى جزيل الضراعة في هذه الليلة المباركة في أن تغشى رحمته وتحف ملائكته أرجاء هذا المجلس الفخيم المهيب وأن يتفضل فيه ربنا المولى الكريم بسوابغ الغفر والرحمات وفيوض الخيرات والبركات على الملك الأبر الأبرك مولانا الحسن الثاني الذي يعقد المجلس المبارك استنشاء لعبق ذكراه واستحضارا لسخاوة نداه وعيون ما أسداه وما كان عليه من حلية الخصال ومرضي الفعال في عامر محياه وجؤارا بلهج الدعاء إلى الله القادر وحده على توفية الجزاء فهو ولي الإفضال والإكرام. فقد كان رحمه الله مأرز المحامد والمكارم وموئل المآثر والمفاخر وملجأ الإيجاد والإسعاد نهج لهذا البلد الأبي سداد المرتسم وتوطدت به لمراشد إيالته مباني هذا الوطن الأشم وانقادت لحكمات قيادته سبل الهدى في مراق السؤدد ومعارج الرفعة والسناء وتفتقت بملهم أفكاره أفذاذ بديعة من جلائل الأيادي ومشاهد الرفاهية ومعارض الإثمار والإنماء.
فاللهم جازه كفاء ذلك الجزاء الوفير والثواب الأثير، وأنله به حظوة الزلفة لديك، وبوئه المقام العلي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فذلك بيديك وأنت أهل الاستجابة يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أنه قد أسدى إلى هذا البلد وأهله الإسداء المتناهي الوريف لا تبلغ العبارة أن تناله في مشرع التعريف أو مسرح التوظيف، وحسبها أن تحفظ لمقامه المنيف شحذ عزمه ووفر حزمه في أن تستتب لهذا الوطن وحدته، وتترسخ له عزته، وتفشو فيه طمانينته وأمنته، وترفرف في عليائه ألوية مجده وفخره وسؤدده. فاللهم وأنت أكرم الأكرمين أكرم مثواه، ولقه نظرة النعماء، ورقه مراقي المتقين الأبرار، وشفع فيه كتابك الكريم، فإنه كان حفيا به وأهله، واجعله له نورا وحجة وبرهانا بجميل فضلك وجليل منتك. وأسق يا ربنا بسحائب أندائك، وطيب بعرف أشدائك جدث المغفور له محمد الخامس الملك المجاهد الهمام والمؤسس الإمام رمز الإباء والصلاح والريادة وعنوان المجد والشموخ والسيادة، من طاب سعيه وخبره وشهد له بالمكرمات عمله وأثره، أحله اللهم دار المقامة من فضلك، واجعل أعلام أعماله رجعا إليه في صحائف حسناته يوم لقاك. وإنا لنبتهل إليك يا ربنا في هذه الليلة المشهودة الغراء أن تلحظ بألحاظ عنايتك وتصون بأعين كلاءتك من ورث الخلافة الراشدة عن آبائه الملوك الأماجد المرضيين والسادة المبجلين المهديين، موصول النسب الزكي بالعترة النبوية الشريفة الطاهرة، مولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس أمير المؤمنين، من وصل الطارف بالتليد وصار على مستحمد سنة أسلافه الميامين، حماية أمينة لشؤون الملة والدين، وسهرا بالغا على مراشد التدبير وسياسة التعمير في كافة مرافق هذا البلد الأمين. في نسق من مشيد البنيان تظاهرت صنوفه وتعاضدت صروفه ليغدو بها هذا البلد في عهده الزاهر أنموذج الاهتداء ومطمح الاقتداء في مسارات التنمية ومناحي التثمير ومسافر وجوه الارتقاء والازدهار. فاللهم أيد أمر أمير المؤمنين وأعز نصره، وأدم اللهم ملكه وسلطانه ومجده، وأبق أيامه مواسم خير وفضل، بواسم بالنصر الجسيم والفتح المستديم، ملحوظا بعين عنايتك، محفوظا بألطاف أي آي تنزيلك، رضي النفس قرير العين بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، مشدود الأزر بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، مصونا في كافة أسرته العلوية الماجدة الشريفة وعموم شعبه الوفي. والله تعالى المسؤول أن يديم على هذا البلد الحبيب نعمة الأمن واليمن والاستتباب في ظل عدالة سلطان مولانا الإمام وأفضال سيادته، فهو ولي ذلك والقادر عليه. والختم من مولانا أمير المؤمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الله بما أسبق ناصح بحق الهدي صراط مستقيم على سبحان ربك رب العزة. تتبعتم معنا سيداتي وسادتي وقائع حفل ديني بضريح محمد الخامس، ترأسه أمير المؤمنين إحياء للذكرى 26 لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه،
تميز الحفل بتلاوة آيات بينات من كتاب الله العزيز وإنشاد أمداح في الثناء على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وخلاله رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد جلالة المغفور لها الحسن الثاني بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وبأن يمطر شآبيب رحمته وغفرانه على جلالة المغفور له محمد الخامس وينور ضريحه، كما ابتهل الحضور إلى الباري سبحانه بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، ويسدد خطاه ويكلل أعماله ومبادراته بالتوفيق والسداد، ويجعل النصر والتمكين حليفا له فيما يباشره ويطلقه من مبادرات وأوراش لما فيه خير ورفاهية شعبه الوفي. هي ذكرى يقف فيها المغاربة بكل إجلال وتقدير أمام المنجزات العظيمة التي حققها جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، الذي كان مثالا للملك المتبصر المجاهد والمدافع الصامد، الذي حفظ للمغرب على دينه وعقيدته وخصوصياته وثوابت وطنه وعلى وحدة والتئام شمله، وخلف الحسن الثاني ووارث سره أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس عز الله أمره يواصل في عهده المبارك الميمون ذلكم الجهاد الأكبر المتمثل في المسيرة الإنمائية الكبرى والنهضة الإصلاحية العظمى في مختلف الجهات والأقاليم. وإلى هنا سيداتي وسادتي نودعكم وإلى اللقاء.